أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة، والبداية من كورونا. فقد أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة، وإضافة إلى ذلك 12 حالة وفاة. أعلن رئيس حزب الحرية اليميني نوبيت هوفا عن نهايته السياسية واستقالته من رئاسة حزب الحرية، وذلك عبر تغريدة على حسابه على تويتر. وقال هوفا في التغريدة: اليوم هو أول يوم لي بعد إعادة التأهيل وأول يوم لي بعد السياسة، أستقيل من دوري كرئيس اتحادي وأتمنى لخليفي كل التوفيق. وقام بعد ثوان بحذف التغريدة، ولكن أكد هوفا لقناة OA24 استقالته وقال: عدت من مركز إعادة التأهيل اليوم وفكرت في كل شيء وسألوه هل هذا له علاقة بالنزاع مع كيكل، وأكد بنعم: بالطبع لن أقبل أن يخبرني أحد كل يوم إنني غير مناسب في مكاني. وأكد أنه لا يزال الرئيس الثالث للمجلس الوطني وسيبقى حتى الانتخابات. انتهى اليوم العمل بالحجر الصحي بالنسبة للقادمين إلى النمسا من كرواتيا وليتوانيا وهولندا والسويد وقبرص، مع الاكتفاء بإثبات الفرد تلقي اللقاح أو الشفاء أو إجراء فحص طبي حديث عند الدخول إلى البلاد. وقال فولفغانغ ميكشتاين وزير الصحة النمساوي: إن هذا التعديل الجديد يجيء في إطار تخفيف قيود السفر. وأضاف الوزير أن التخفيف يأتي بعد تحسن الوضع الوبائي في الدول المشارة إليها والتي تصنف حاليا في قائمة الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة. ولفت الوزير أن الدخول من هذه الدول متاح دون قيود بما في ذلك للأغراض السياحية. أعلن مارتن هينكل مستشار وزارة الصحة بدء تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاحات كورونا في النمسا لمن هم في عمر 12 عاما فأكثر غدا الأربعاء. وقال إن عمليات التطعيم سوف تبدأ في ولاية النمسا العليا، يتبعها بقية الولايات، وقد تم فتح التسجيل لهذه الفئة العمرية على الإنترنت. وأشار هينكل إلى أنه يتفهم مخاوف الآباء، ولكن دون شك أن فائدة التطعيم تفوق بالفعل المخاطر، مشيرا إلى أن الأطفال والمراهقين ليسوا محصنين تماما ضد فيروس كورونا بحالته الحادة. وأوصى هينكل بسرعة أخذ التطعيم، مشيرا إلى أن كل القيود التي يخضع لها البالغون تشمل الأطفال. أعلنت حكومة فيينا اليوم زيادة الأموال المخصصة لجمعيات حماية المرأة، وذلك بعد سلسلة من جرائم قتل ضد النساء التي حدثت مؤخرا. وأكد رئيس البلدية ميخائيل لودفيغ أن الجرائم الأخيرة ليست سوى قمة جبل للجليد، وأن شبكة الحماية من العنف يجب أن تصبح أكثر قوة، وتستثمر المدينة لهذا 10 ملايين يورو العام المقبل. وأضاف لودفيغ: سيتم مضاعفة تمويل جمعيات الحماية من العنف مع توسيعة خدمة الاستشارة عبر الهاتف وتعزيز رعاية الأطفال والشباب وفي المدارس أيضا، يجب تكثيف الكفاح ضد كل أشكال التمييز والتنمر، إضافة لبرنامج خاص لمناهضة العنف من الرجال ضد النساء في المنازل. طالب مجلس أوروبا بسحب ما يعرف بخريطة الإسلام السياسي التي تم نشرها مؤخرا في النمسا لأنها تجاوزت الهدف، كما أنه من المحتمل أن تكون ذات تأثير عكسي. وقال المفوض الخاص للمجلس لمكافحة جرائم الكراهية والتعصب المعادي للمسلمين دانيال هولدكن أن نشر الخريطة اعتبره الكثير من المسلمين بأنه بمثابة اشتباه عام حيال الإسلام، وذلك نظرا للشكل الذي جاءت به هذه الخريطة وتوقيت نشرها، مشيرا إلى أن الكثيرين من المسلمين شعروا بأنهم تعرضوا للتشهير وأن سلامتهم معرضة للتهديد بسبب نشر الخريطة لعناوين وتفاصيل أخرى. يذكر أن مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ بفرنسا يعمل مع محكمة حقوق الإنسان، لا يعد من بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. توقع تقرير اقتصادي دولي
أن ينمو الاقتصاد النمساوي بنسبة 3.4% هذا العام وبنسبة 4.2% في عام 2020، وسيصل إلى مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا مرة أخرى بحلول نهاية العام المقبل. وذكر تقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونقلته وزارة المالية النمساوية أنه بفضل ارتفاع التجارة العالمية والمساعدات الحكومية السخية سيكون هناك زيادة في الاستثمار في النمسا. وأشار التقرير إلى ارتفاع استهلاك الوقود بفضل انتشار التطعيمات وزيادة حركة السفر والتنقل مرة أخرى، متوقعا أن تستفيد قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم من الانتعاش الحالي والوقوف على أقدامهم مرة أخرى بعد الأزمة. أعلنت هيئة النمسا للإحصاء عن استمرار ارتفاع متوسط أسعار العقارات بشكل حاد، وذلك في عام كورونا 2020. وقال توبياس توماس مدير الهيئة أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 36% في المتوسط بين عامي 2015 و2020، وأحد أسباب ذلك هو الطلب المتزايد الذي يحركه النمو السكاني وانخفاض أسعار الفائدة، لا سيما في المناطق الحضارية المرغوبة وفي المناطق السياحية. وبالمقارنة مع العام السابق ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 6.9%، وبطبيعة الحال فإن الاختلافات الإقليمية في الأسعار هائلة، حيث كانت الأسعار الأعلى في فيينا وسالزبورغ وفورالبيرغ وتيرول بسبب طبيعتها السياحية أو الاقتصادية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا أحمد إبراهيم، إلى اللقاء.